دلوقتي هنروح لدينا عشان تطمننا على حالة الطقس بالتفصيل ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي دينا. بشكرك يا محمد. بالفعل جه دلوقتي ميعادنا مع النشرة الجوية بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهيكون معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وبالليل الجو هيكون مائل للبرودة. والنهاردة كمان في شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. طبعا احنا كنا مبسوطين بحالة الجو دي خصوصا في رمضان مع الصيام، لكن عايزين نطمن من حضرتك عن أحوال الطقس النهاردة، لأن في كمان انخفاض في درجات الحرارة، والناس كتير بتسأل هل الانخفاض ده مكمل معانا أيام طويلة؟ بالفعل احنا اليوم لسه مستمرين في انخفاض درجات الحرارة. درجات الحرارة بتكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. الطقس خلال فترة النهار بيكون ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، بيكون حار على محافظات شمال الصعيد، هيظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد. ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل كمان بدأنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة. الأجواء بدأنا نشعر بها أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. درجات الحرارة بدأت تنخفض بشكل ملحوظ، والصغرى على القاهرة الكبرى بقت ما بين ال 14 وال 15 درجة مئوية خلال فترات الليل. طبعا كمان في نشاط للرياح بنبدأ نحس بيه من بعد فترة الظهيرة، من بعد كل ساعات المساء. نشاط الرياح ده بيستمر معانا حتى ساعات الليل والصباح الباكر. نشاط الرياح ده بيزود إحساسنا دايما بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس خلال فترة الليل. نشاط الرياح ده بيكون على القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري، كمان سواحلنا الشمالية، محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء. طبعا سرعات الرياح بتكون ما بين ال 30 وال 40 كيلو متر في الساعة، وهي كلها رياح شماليات غربية. ده اللي هو يعني رياح معتدلة أو كتل هوائية، الكتل الهوائية دي درجات حرارة فيها معتدلة. من غدا هيكون في مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة كمان. يعني احنا اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 28 درجة مئوية، غدا هتكون ما بين ال 24 وال 25 درجة مئوية. يعني مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على مدار الأيام القادمة إلى يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. هنستمر في الأجواء الربيعية وانخفاض في درجات الحرارة. طيب هل في ارتفاع في درجات الحرارة يعني أو هنشهد موجة حر، أو على الأقل هتوصل تاني بعد الثلاثينات؟ لأن الجو برد قوي بالليل ده بيخلي الناس بتبقى بتبرد، يعني الصبح بيكون الجو حار وبالليل بيكون الجو برد. بالفعل يمكن كمان احنا الايام القادمه هيبقى في انخفاض خلال فترات الليل، وهتنخفض درجه الحراره عن ال 14 درجه مئويه بالفعل خلال فترات الليل. فاحنا نخلي بالنا خلال فترات الليل، محافظين على الملابس الشتويه على الاقل الخفيفه خلال فترات الليل. دايما وانا خارج من البيت خلال فتره الليل يبقى معايا جاكيت، قطعه ملابس اضافيه ارتديها لما احس بانخفاض درجات الحراره. وارد جدا يحصل ارتفاع في درجات الحراره، لان احنا متوقع من يوم السبت القادم يكون في ارتفاع في درجات الحراره عن طبعا القيم اللي احنا بنسجلها خلال هذا الاسبوع. لكن ان شاء الله هيكون ارتفاع مؤقت مثل 48 ساعه، وترجع مره اخرى درجات الحراره تعود للمعدلات الطبيعيه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنأكد مره تانية بلاش تخفيف الملابس قوي علشان الوقت ده بيكون وقت انتشار ادوار البرد. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نستعرض درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 28 والصغرى 15، الاسكندريه 21 16، مطروح 20 15، سيوه 29 17، بورسعيد 23 15، دمياط 27 15، اسماعيليه 27 15، السويس 27 15، العريش 22 15، طابة 30 16، كاترين 26 14، شرم الشيخ 33 22، الغردقة 32 21، الفيوم 30 16، بني سويف 31 16، المنيا 31 15، أسيوط 32 14، سوهاج 28 19، قنا 39 22، الأقصر 40 23، أسوان 42 24، الوادي الجديد 39 20، شلاتين 34 18، وأخيرا حلايب 39 19. طمنا حضراتكم عن حالة الجو، بنأكد مرة تانية على توخي الحذر خلال القيادة في الساعات الأولى من الصباح لأن في شبورة مائية. هرجع مرة تانية لمحمد وبسنت علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.
شكرا لك يا دينا. شكرا.